ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة إسراء حسان، منسق تواصل المشروعات بوزارة الدولة للإعلام. أستاذة إسراء، أولا بعد التحية، وزارة الدولة للإعلام تتشارك مع عدد من الوزارات في مبادرة تنمية. أولا، ما هي يعني أهداف هذه المبادرة، وما هي استراتيجية عمل المبادرة خلال المرحلة القادمة؟ اهلا وسهلا بيك. أهلاً، شكرا على التقديم ده. اولا، مبادره التنميه هي مبادره توعويه تم اطلاقها اليوم بالتزامن مع اليوم العالمي للسلام. تمام. تحت رعايه الاستاذ اسامه هيكل وزير الدوله للاعلام، وطبعا بالتعاون مع الوزارات الثانيه، وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه والبيئه والشباب والرياضه. تمام. وطبعا ده الهدف الاساسي، توحيد الجهود والتنسيق مع جميع الوزارات اللي احنا نعمل تفعيل الوصول للاجنده الوطنيه لرؤيه مصر 2030. أهداف المبادرة هي بتتمثل في إن احنا يبقى في وعي بإيه، يعني إيه تنمية مستدامة، يعني إيه أجندة وطنية. المواطن البسيط يفهم إن هو ليه له دور مؤثر ويفهم، لأن عشان كده المبادرة الشعار الأساسي بتاعها دورك يفرق. لأن كل فرد في المجتمع ليه له دور رئيسي في المبادرة. فالأهداف إن احنا يبقى في يعني ترويج الجهود المبذولة من جانب الجهات الحكومية كلها عن إنجازات الدولة في الأجندة الوطنية، والتوعية بالتنمية المستدامة والأجندة الوطنية ودور المواطن في تحقيقها. المرحلة الأولى من المبادرة بتتمثل في مسابقة. المسابقة هيتم يعني تم إطلاقها اليوم، والمسابقة دي يعني تمثل لثلاث فئات. الفئة الأولية هم أفضل مبادرة فردية أو مجتمعية، سواء من شركات أو شباب عاملينها بس حقق أهداف التنمية المستدامة ومنظمات المجتمع المدني. الفئة الثانية هم للإعلاميين، سواء أفضل فكرة مقال أو برنامج أو فيديو بيوضح يعني إيه تنمية مستدامة، دورها ودور الإعلام في نشر التنمية المستدامة. زي ما قلت، الفئة الثالثة هم منظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، لأن الشركات والمنظمات لهم دور رئيسي في إن هم يبقوا بيعملوا حاجة بتساهم في المجتمع وتحقيق الأجندة الوطنية. تمام، بشكرك شكرا جزيلا الأستاذة إسراء حسان، منسق تواصل المشروعات بوزارة الدولة للإعلام، على هذه التوضيحات.